بسم الله الرحمن الرحيم. غرباء 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 ولغير الله لا نحن الجباه، غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة. اعذروني فاض همي واشتكى قلبي وناح، اعذروني لا تلوموني بياض الشبلا، اعذروني فاض همي واشتكى قلبي وناح، اعذروني لا تلوموني بياض الشبلا. عقب خلان الشدايد عطرهم بالمسك فاح، عقب ما زانت ليالي وارتوينا بالجراح، عقب خلان الشدايد عطرهم بالمسك فاح، عقب ما زانت ليالي وارتوينا بالجراح. يا طيور الوقت نوحي لا تغني بارتياح، ضاقت الدنيا ومالي في مغانيها مراح. يا طيور الوقت نوحي لا تغني بارتياح، ضاقت الدنيا ومالي في مغانيها مراح. غير ساحات المعارك ما لقى قلب انشراح، اعذروني يا رفاقة يوم فاضت بي هموم، اعذروني لا تلوموا ضاق صدري بالغموم، اعذروني يا رفاقة يوم فاضت بي هموم، اعذروني لا تلوموا ضاق صدري بالغموم. من يلوم اللي غريق في بحوره ما يعوم، من يلوم اللي كثير غيرت حاله سقوم، من يلوم اللي غريق في بحوره ما يعوم، من يلوم اللي كثير غيرت حاله سقوم. آه يا دنيا العجايب كم تساقينا سموم، طير طاير وش علامك في السما دايم تحوم. آه يا دنيا العجايب كم تساقينا سموم، طير طاير وش علامك في السما دايم تحوم. طير طاير مرحبا بك كان في صدرك علوم. اعذروني يا رفاقة عقب شديت الرحال، اعذروني لا تلوموا سال دمع العين سال، اعذروني يا رفاقة عقب شديت الرحال، اعذروني لا تلوموا سال دمع العين سال. سالت العبرات مني في كنين الهم جال، ما على الدنيا حسوفة عقب ميدان القتال. سالت العبرات مني في كنين الهم جال، ما على الدنيا حسوفة عقب ميدان القتال، ما على الدنيا حسوفة يا صناديد الرجال. سعد من نار الشهادة من نعيم الخلد نال، في جنان الخلد داره يكرمه رب الجلال. سعد من نال الشهادة من نعيم الخلد نال، في جنان الخلد داره يكرمه رب الجلال.
في جنان الخلد يسرح مع رفيقات الدلال، يهتني بالحور دايم يهتني بحلى وصال، في جنان الخلد يسرح مع رفيقات الدلال، يهتني بالحور دايم يهتني بحلى وصال. لو تمنى ما تمنى من نعيم الخير طال، سعد منا للشهادة سعد من وفى ونال. لو تمنى ما تمنى من نعيم الخير طال، سعد منا للشهادة سعد من وفى ونال، سعد من وفى ونال، سعد من وفى ونال. الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأمات وأحيا وأضحك وأبكى، من اعتز بسواه ذل ومن استغنى بغيره افتقر، ومن اتكل على غير سلطانه انكسر واندحر. أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وأنعم علينا بجعلنا من أمة سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، كفانا فخرا أن يكون لنا ربا، وكفانا عزا أن نكون له عبيدا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، وأشهد أن القائد والقدوة محمدا رسول الله طلع في أفق الوجود بدره وسطعت فيه شمسه، أرسله الله بالبيان فأظهر دينه القويم على سائر الأديان، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين من الله، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا، كتاب الله وسنته بأبي وأمي وروحي ومالي وولدي هو عليه الصلاة والسلام. اللهم صلِّ وسلِّم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه،
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. أيها الأحباء، ليس من الغريب أن تتنوع أساليب الكيد والتآمر والضرب والأذى التي يشنها أعداء هذا الدين على أبناء هذا الدين، فهذه طبيعة هذا الوجود الذي أقامه الله عز وجل على سننية الصراع بين الكفر والإيمان والحق والباطل. وكلما تفنن العدو في كيده وتعاظم في مكره وازداد في عتوه وطغيانه، وكلما وجه المزيد والمزيد من سهامه ورماحه وقذائفه على هذه الأمة، كلما كان هذا مؤشرا واضحا على أن الأمة نمت فيها حياة الصحوة وتزايدت فيها حالة اليقظة، وأن العدو صار يحسب لها ألف حساب. فعدو الشيء لا يوجه ضربته إلى خصمه إن رأى فيه موتا أو بلادة أو نوما، إنما يستنفر ويعسكر ويجيش ويجمع حينما يرى حياة تعطي مؤشرا لتحرك هذه الأمة ولنزولها إلى الساحة مما يشكل خطرا عليه وعلى وجوده وعلى كيانه برمته. تعاظم الأذى الموجه إلينا في الآونة الأخيرة يا سادتي يعطي مؤشرا أكيدا بأننا أمة استفادت مما مضى واستوعبت التجربة وبدأت تشعر بالألم الممد الذي طال توأمته معها منذ زمن طويل، وأنها بدأت تسترد العافية وتسترجع زمام القيادة، وبدأت تتململ وهي تعلن تذمرها من هذا الظل وهذا الكفر وهذا الظلم وهذا الطغيان الذي قد غلف ساحة الوجود من مشرق الأرض إلى مغربها. هذه الأمة فيها قوة استشعار داخلية، إذا ما انقدحت شرارة الانتباه فيه ولد طاقة فجائية يمكن أن تغير الكثير والكثير على مسرح الحياة، ويمكن أن تبدل وبشكل سريع، يمكن أن تبدل كل معايير القوة وكل معادلات السيطرة الموجودة على مسرح هذه الحياة. ولذلك ليس بغريب أن يضرب الخصم، ولا نتعجب أن يزيد في ضربه وأن يزيد في حقده وأن يزيد في حصاره ودماره وناره، فهذه طبيعته، وهكذا يجب أن يفعل، ولا يستطيع أن يفعل إلا هذا، لأن هذا طريقه الذي اختاره والذي سيودي به إلى نار الدنيا ونار الآخرة بإذن الله. والأمة يجب أن تستبشر لا أن تيأس،
ويجب أن تتفاءل لا أن تقنط، وأن تعلم أنه حينما يبحث أعداؤها إلى حلفاء جدد، وحينما يبحثون إلى تكتلات تنضاف إلى قوتهم، وحينما يبحثون عن مزيد من العملاء ومزيد من الخونة ومزيد من المأجورين لكي يساعدوهم في مشروعهم ومخططهم، يجب أن تعلم الأمة بأن هذا دليل فشلهم ودليل نجاحنا، وأن هذا يعطينا مؤشر على أننا أمة حية. وأكبر دليل على حياتنا أن الوجود برمته الآن يا سادة بكل دوله، بكل مراكز ثقله، بكل ترساناته المصنعة للتدمير والفتك والإفناء، أن هذا الوجود قد احتشد علينا، احتشد علينا إن بدافع من حقد عقائدي، وإن بدافع من طمع مصلحي، وإن بدافع من خيانة مأجورة للحفاظ على عروش وقروش وحكم ومناصب. العالم يتحد على هذه الأمة التي لا تملك لا حولا ولا طولا، ليس بأيديها العتاد الذي عندهم، وليس عندها رابطة الوحدة التي جمعتهم، ولا توجد لها أرضية واحدة تقف عليها، ولا قيادة تسوس أمرها، ومع ذلك العالم بمجموعه يتحد. إن دل على شيء فعلام يدل هذا، علام يدل هذا على أننا رغم أننا لا نملك شيء ولا نفعل شيء، ورغم تقصيرنا الكبير، ما زلنا نحن نفرض وجودنا على معادلة القوة يا سادة، وما زالت دول الأرض مجتمعة تحسب لنا حساب وتحتار فينا، وما زلنا نحن على قيد الحياة، وما زلنا باقون وسنبقى بإذن الله، ما زلنا باقون. إن حجم المكر والكيد والإجرام والدمار والخيانة والمخططات السرية والعلنية الذي مورس على هذه الأمة، لو مورست قطرات منه على جبال لدكدكتها، ولو نزلت قطرات منه على بحار لجففتها، ولكن ما زلنا على قيد الحياة، ما زلنا نعلن نشيدنا علويا بهتاف الله أكبر، ما زلنا نرفع الرأس عاليا اعتزازا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ونعلن أن لا قائد لنا سواه ولا قيادة إلا هو. ما زلنا يا سادة، ما زلنا نمسك بكتابنا ونبني مساجدنا، ما زلنا نعلن صلاتنا، ما زلنا نشتاق إلى الجنة وما فيها، ما زالت صور العز وما زالت ومضات الشهادة والجهاد تحرك رجالنا ونساءنا وصغارنا وكبارنا، وما زالت جمرة الكرامة تتقد بين جوانحنا تريد أن تشعل نارا لهيبا. رغم كل الذي جرى ما زلنا على قيد الحياة وسنبقى. والذي أريد أن أؤكده في هذه العجالة بأننا يا سادتي، بأننا نحن أصحاب السيادة ونحن أصحاب القيادة، وإن مرور فترات ومراحل على مجموع الأمة قصرت فيها، تركت فيها، لعب بها بطريقة أو بأخرى، كل هذا لا يعني بأننا فقدنا دورنا في هذا الوجود. لا نفقد الدور. أتعرفون لماذا لن نفقد دورنا؟ أتعلمون لماذا؟ لسبب بسيط جدا، لم نختر نحن دورنا يا سادة، لقد اختاره الله لنا. ودور اختاره الله لأمة، ما من قوة على الأرض قادرة على أن تنزع هذا الدور من هذه الأمة، وإن الله هو الذي اختار لنا هذا الدور. كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم نعم، إن الدور هو دور إلهي واختيار رباني، وقيادتنا ليست في الأرض إنما في السماء، وإذا كان أهل الأرض هنا يخططون فإن مخططاتنا في الملأ الأعلى تدار، وإن حركتنا يمكن أن تفاجئ
أن تفاجئ جموع الكفر ما بين عشية وضحاها إذا نحن أردنا هذا وفصلناها بشرارة عزم وجزم. الأمر يرجع لنا، ما زلنا نحن أصحاب الدور، ما زلنا نحن الطائع فينا والعاصي، والعالم فينا والجاهل، والرجل فينا والمرأة، والكبير فينا والصغير، والحاكم فينا والمحكوم، ما زلنا نحن أصحاب الدور. إن أمريكا وكل حلفائها، إن أمريكا ومن يسوسها من الصهاينة، إن أمريكا ومن يدور في فلكها من صهاينة العرب وكلاب العرب الذين يلهثون وراء سعار شهواتهم وملذاتهم، إن أمريكا عاجزة يا سادة، عاجزة عن أن تأخذ منا دورا أعطانا إياه رب السماوات والأراضين. ولكن الأمر عندنا نحن، فإن نحن قررنا وبقرار عازم وجازم على أننا سنأخذ دورنا الطبيعي الذي هو لنا، ليس بزيادة وليس بأمر عجيب عليه، هو دورنا، هو دورنا. هذا ما تؤكده نصوص الوحي، وهذا ما تؤكده سيرة التاريخ وحقائقه، وهذا ما تؤكده قوانين هذا الوجود التي أقام الله هذا الوجود عليها. نحن أصحاب الدور في الوقت الذي نقرر فيه أن نأخذ دورنا قيادة وسيادة وريادة وخيرية وعزة وكرامة وسياسة لأمر هذه الوجود وتعليما لهذه الإنسانية معنى الحياة بأسمى صورها، فنحن سننتصر في هذا وننجح متى ما صدر قرارنا أيها الأحبة، ومتى ما عزمنا وجزمنا. وهنا لوقفة، قلت ليس بالغريب ولا بالعجيب أن يضرب الكفر، أن يضرب الخصم، وليس بغريب أو عجيب أن يزيد في حجم ضربه وناره وإفنائه. وهذا يعطي مؤشر لنا إيجابي على أننا أمة حية فرضت وجودها وحققت معادلة التوازن رغم أننا لا نملك ما يملكون، وهذا يؤكد أن دورنا قد اختاره الله عز وجل لنا. ولكن الذي يشل حركتنا يا سادة على أخذ هذا الدور، والذي يؤخرنا وما زال يؤخرنا على أن نسترجع هذه المكانة، ليس هو العدو وضربه، وليس هم الجموع التي تدور في فلكه، وليس هو الذي ترون من مظاهر الكيد الخارجي الموجه إلينا، أبدا ويم الله، ليس هذا هو السبب. إنما الذي يشل حركتنا ويؤخر نهضتنا ويمنع حدوث صحوتنا ويقف حاجزا ما بيننا وبين أن نلعب دورنا ونأخذ مكانتنا هو نحن، هو نحن، نحن، نحن. حينما أجد ثلاثا من شرائح الأمة، ثلاث شرائح في هذه الأمة، وللأسف هي تحقق النسبة الأعلى، النسبة الأكبر، تسهم بمجموعها، هي ليست متحدة، لا يوجد اتحاد بينها، بل يوجد تنافر، لكن يتكامل الدور بمجموع حركتها، فتكون النتيجة واحدة علينا ليست لنا، مما يؤدي إلى هذا الشلل وهذا القعود وهذا التأخر في النهوض. ثلاث شرائح ما زالت هي منذ أن ظهرت في صدر الإسلام وعرقلت حركة الفتح وأخرتنا عن أن نسوس الأرض برمتها زمانا طويلا، وأشغلت الأمة ببعضها حتى أهريق من دمائنا بأيدي بعضنا أكثر مما أهريق من دمائنا على أيدي أعدائنا. منذ ذاك الوقت، منذ صدر الإسلام الأول، وهذه الشرائح الثلاث ما زالت تلعب نفس الدور السلبي، نفس الدور الخطير، درت أو لم تدري، علمت أو لم تعلم، توافقت أو لم تتفق، فإن مؤدى جهودها هو ينصب في خانة شلل الأمة وتأخير نهوضها وانتفاضتها. ثلاث شرائح
داؤنا منا يا سادة، داؤنا منا، مصيبتنا فينا، مصيبتنا فينا. لا تلوم كفرا، فما جاء بالكفر إلا هذه الشرائح الثلاث، وما أطمعهم فينا إلا جهود هذه الشرائح الثلاث، وما جعل كثيرا من صور المواجهة لهذا الكفر وزحفه جعلها تخترق أو تخفق أو تتلاشى وتنتهي إلا بسبب من جهود هذه الشرائح الثلاث. وللأسف الآن أراها أوضح ما تكون عملا، وأوضح ما تكون جهدا، وأوضح ما تكون أثرا الآن. وهذا يفسر سبب ازدياد هذا الكيد الكفري وهذا الطمع بنا. لماذا؟ مع أننا نحن أحياء وما زلنا أحياء. شريحة أولى حكمتها البساطة، وشريحة ثانية حكمتها السذاجة والغوغائية، وشريحة ثالثة حكمها الجمود والانغلاق. بساطة قتلت عمر، وسذاجة وغوغائية قتلت عثمان، وجمود وانغلاق قتلا علي رضي الله تعالى عنهم. شرائح ثلاث خلخلت كيان قوتنا منذ صدر الإسلام، قتلت الخلفاء وقتلت العلماء، وأسهمت في قتل خيار أهل الأرض يومئذ، وما زالت تسهم في قتل خيارهم إلى هذا اليوم. بساطة قتلت عمر، بساطة قتلت عمر. المولى سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا، خذوا حذركم فانفروا. وإذا رأيت إلى أوامر الله الصريحة، إلى أبناء لا إله إلا الله، تجدها بأنها أوامر تريد أن تصنع من هذا الفرد، تصنع منه طاقة متحركة واعية مدركة. المؤمن كيس فطن، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. نجد بأن المطلوب من المسلم أن يكون على سوية من الانتباه ومعرفة الواقع وقراءة الظرف من حوله، والتمييز بنور بصيرته ما بين خصم يتربص وما بين صديق يتودد، وأن نعرف العدو من الصديق، وأن نعرف القريب من البعيد. عمر رضي الله تعالى عنه استطاع أن يهز مملكتي كسرى وقيصر في وقت واحد، ولم يستطيع أن يهزمه في الجحافل العسكرية، ولم يستطيع أن يفت في عضده أو يضعف إرادته، وقد أنزلوا لجيوشه الصغيرة كل ما لديهم من جيش وعتاد وسلاح، وكل من تعاون وتواطأ معهم من العرب في حينها. الخيانة واحدة وما زالت مستمرة. فلقد كان في صفوف الفرس والروم من يومها من العرب الذين يقاتلون في صفوفهم ضد مشروعنا الإسلامي، كان الكثير والكثير منذ ذاك اليوم أيها الأحباء. لم يستطيعوا أن يهزموا عمرا في الجحافل وفي الساحات وفي الميادين، وعلموا بأنه يجب أن يضرب عمر في عقر داره. وللأسف كل الجحافل لم تصنع هزيمتنا، إنما صنعها عميل صغير تافه نكرة لا يمكن أن يحسب له حساب، كان سبباً في أن يقتل القائد الأعلى وخليفة المسلمين أي في المسجد وهو يصلي في المحراب. أين كان المسلمون يوم رأوا تهديد ووعيد هذه القوى الكبرى لهذا الرجل الأشم الشامخ بينهم؟ أين كان المسلمون يوم قال عمر لأبي لؤلؤة المجوسي، قال: اصنع لنا رحا نستفيد منها؟ قال: لأصنعن لك رحا تتحدث بها العرب. فقال: هددني الكلب. عمر قال: هددني الكلب بقتلي. أين كان الذين سمعوا وعلموا أن هذا النكر الخبيث المأجور الرقيق العبد
أين كانوا من حركاته؟ أين كانوا من رصده؟ أين كانوا من الانتباه له؟ تركوا الأمور على بساطتها، حتى قتل قائدهم وخريفتهم وهو يصلي بهم في محراب المسجد النبوي بطعنات من خنجر هذا العميل القذر التافه الذي كان يتعالى الصحابي فيهم أن يبصق عليه بصقة ويعتبرها زيادة فيه. ها هو قد لعب دوره وقتل خليفة المسلمين وقائد الجيوش الأعلى في محراب الصلاة، بين جموعهم، بينهم جميعهم بساطة، بساطة قتلت عمر، وسذاجة وغوغائية قتلت عثمان. غوغائية، أتدرون ما الذي قتل عثمان يا سادة؟ قتله في بيته وهو يقرأ كتاب الله حتى سال دمه على المصحف الشريف. قتله الغوغائيون يا سادة. إياكم أن تظنوا أن الذي قتل عثمان يهودا أو نصارى أو مجوس، الذي قتل العثمان هم مسلمون، هم مسلمون، ولكن كانوا يتحركون بالريموت كنترول بعقل يهودي يخطط ويدبر ويرتب. عبد الله بن سبأ اليهودي مجرم، غوغائية وسذاجة. يأتيهم رجل من أقاصي بلاد اليمن يتجول في الشام ومصر والعراق، ثم يدخل الحجاز، يظهر الزهد، يظهر التقوى، يظهر الحرص على الإسلام والحرص على الدين والحرص على مستقبل الخلافة الراشدة، يظهر لهم من صور الزهد الأجوف ما ينخدعون به ويسيرون وراءه بكل بساطة، يثيرهم فيثورون، يتهم خليفتنا فيصدقون، يروج الإفك عن الذي تستحي منه ملائكة السماء بنص الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، يروج الإفك عن عثمان الطاهر المطهر الحيي التقي النقي، عن عثمان، عن عثمان الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام يوم جهز جيش العسرة قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. والذي قال يوما النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر رومة ويوقفها على المسلمين وله الجنة. فقال عثمان: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتراها ودفع ثمنها نقدا. عن عثمان، عن عثمان بلحظة من اللحظات غابت فضائله، غابت إيجابياته، غابت أوسمته، غابت جهوده، غاب جهاده، وصدقوا كلمة من أفاك يهوديا متسلل في جموع المسلمين يقود غوغاءهم ويقود سذجهم لكي يصدقوا عن هذا الرجل الأبي، عن هذا النقي، عن هذا التقي، عن هذا الحيي، يصدق عنه بأنه يتصرف بأموال المسلمين وأنه يعبث بها كما يريد وأنه يولي أقرباءه ويقرب ذوي أرحامه ويبعد خيار المسلمين. يصدقون عنه هذا الإفك وهذا الافتراء، وتأتي الجموع تتعاهد وتتعاقد وتتواعد، ويأتون أين ويقتل عثمان كما قتل عمر في المدينة، في المدينة بين جموع المسلمين. غوغاء جاءت، جاءت تهلل وتكبر، تزعم حرصها على الإسلام وغضبها لحرمات الله. جاءت فتسورت على عثمان داره بعد حصار طويل، منعوا عنه شرب الماء وجاءوا وقتلوه، ذبحوه ذبح النعاج وهو يقرأ القرآن على ويقرأ القرآن في داره. ذبحوه يا سادة، ذبحوه. سذاجة غوغائية ما زالت إلى الآن موجودة، ما زالت. ما أوليس أن أحمد ياسين ما زال إلى الآن في نظر الكثيرين ممن يزعمون المقاومة ويزعمون العمل لأجل فلسطين، ما زال أحمد ياسين العميل رقم واحد لدى اليهود والموساد؟ أحمد ياسين الذي قدم كل مواكب الشهداء، والذي صمد صمودا عجزت عنه كل قيادات العرب والمسلمين، هذا الرجل وهو الآن يختم حياته بموجة مشرفة، أوليس إلى الآن هو العميل رقم واحد لدى الموساد وما زالت تردد عنه؟ وما زلت أقرأ كتبا في هذا ومقالات. غوغاء، غوغائية قتلت عثمان
وقتلت من بعده كثيرون. أوليس الغوغائية نفسها هي التي قتلت عمر بن عبد العزيز ودست له السم؟ أوليست الغوغائية نفسها هي التي شنت حملاتها على هارون الرشيد وشوهت سيرته وصورته؟ أوليست الغوغائية نفسها هي التي خلعت السلطان عبد الحميد وجعلته يخلع على أيدي يهودي وماسوني خبيث يهودي وأرملي؟ أوليس والأمة كلها كانت ترى وتسمع سذاجح تتبعها غوغائية، بساطة قتلت عمر وغوغائية قتلت عثمان وما زالت تقتل فينا ألف عثمان، وجمود وانغلاق قتل علي. أتدرون من قتل علي؟ علي قتله من كانوا معه، جاهدوا معه، قاتلوا معه، حملوا اللواء معه. ثم في لحظة من اللحظات وبظهور عقل جامد منغلق استطاع أن يفرض وجوده في تشكيلات أنصار علي رضي الله تعالى عنه، استطاع أن يشق 4000 شخص ويأخذهم معه ويتمركز معهم في النهروان ويبدأ بإعلان الأحكام الجديدة. الله أكبر. جاهل، قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: سيظهر فيكم قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا الرجل بناء على موقف اجتهادي وقفه علي رضي الله تعالى عنه حينما طلبوا تحكيم كتاب الله في القتال بينه وبين معاوية رضي الله عنهما، وتلك الأيادي السوداء اليهودية التي سببت في هذا الصراع، والأسباب هي أيها الأحبة معركة الجمل ومعركة صفين، وصراعاتنا التي ظهرت في صدر الأيام وما زالت مستمرة إلى الآن تولدها الأسباب الثلاث، وقوى خبيثة تزيد من نارها وأوارها، بساطة وغوغائية وجمود وانغلاق. نعم، حينما قرر أن يوقف القتال وأن يقبل بتحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى وأن يضع حكما من قبله وحكما من قبل أهل الشام لإنهاء هذه المعركة ولإيقاف دماء المسلمين النازفة، وهو الذي كان يلتفت إلى ولده الحسن ويقول: يا حسن، ما كنت أظن أن الأمر سيبلغ هذا، يا حسن، لو كنت أظن أن الأمر سيبلغ هذا ما فعلت. فكان حريصا على إيقاف هذه المعارك التي لا ناقة فيها ولا جمل لهذا الدين وأبنائه، إنما تؤخر مسيرة فتحنا وجهادنا. فلما قبل التحكيم انشق هذا الرجل ومعه هؤلاء الخوارج وقالوا: كفر علي. بكل بساطة حكم الرجال في دين الله، والله يقول: إن الحكم إلا لله، فإذا لا يجوز تحكيم، وبالتالي هو كافر. وأعلنوا فجأة كفر هذا الرجل، وهم الذين كانوا في ركاب جنوده كفروه، ولم يكتفوا بالتكفير، فكفروا معاوية وكفروا عمرو بن العاص وكفروا الجيوش المتقاتلة، ثم كفروا المسلمين عموما، ثم وصلوا إلى درجة أتعرفون ما هي؟ كانوا يمشون في الطرقات إذا رأوا شخصا يمر أو قافلة أوقفوهم، قالوا: ما تقولون في علي؟ فإن قالوا خيرا قالوا: كفار اقتلوهم، وإن قالوا شرا قالوا: موحدون اتركوهم. ولقد مروا على أحد الصحابة رضوان الله تعالى عنه، وهو خباب بن الأرت، وهو من هو في جهاده وتضحياته وإبائه وما قدم، مروا عليه ومعه زوجته وهي حامل، فقالوا: ما تقول في علي؟ فقال: خيرا. قال: خيرا. قال: كافر اقتلوه. فذبحوا الصحابي وبقروا بطن زوجه الحامل. ومروا بعد قليل بجماعات من النصارى، فصار بعضهم يصرخ في بعض: ذمة نبيكم، ذمة نبيكم، احفظوهم وأوصلوهم. حتى كان المسلمون حتى ينجوا من شرهم إذا رأوا كتائب الخوارج يقولون: نحن نصارى،
فيحملونهم ويوصلوهم إلى أماكنهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وفي النهاية قتل علي رضي الله تعالى عنه على يد هؤلاء، وأيضا في المسجد في المحراب قتل وهو يوقظ الناس للصلاة. وما زال فكر التكفير يتنامى يا سادة، فكر بلبل الأمة، فكر قتل خلفاءها وعلماءها وخيارها، وما زالت إلى الآن مجموعات من الشباب تدعي الإسلام وتدعي الحرص على هذا الدين، تعجز عن أن تثبت وجودها في ساحة الأمة، وأن تعيش مع الأمة، وأن تعالج أمراض الأمة، وأن تتلمس آلامها وآمالها، وأن تصبر عليها، تعجز عن مثل هذا المشروع فتنغلق وتنعزل، وتبدأ بموجة من تكفير المجتمعات وتكفير العلماء وتكفير الناس، ثم تمارس نتائج هذا التكفير إهراقاً للدماء وقتلاً للأبرياء وتصفيةً للعلماء وغيرهم. انتبهوا يا سادة، إن مهمتنا أن نحفظ الروح الإنسانية، إن مهمتنا أن نصنع الحياة وأن نقضي على كفر الكافر لا على الكافر، فإذا أبى أن يترك كفره بعد أداء كل الأسباب الشرعية حينها يمكن أن تكون مواجهة بيننا وبينه كذوات. أما نحن منطلقنا أن نحفظ هذه الروح، أن نحييها بالإسلام، أن نحييها بالإيمان، أن نحييها بأن نربطها بربها وأن نعرفها على خالقها. كيف يجوز لهؤلاء الشباب وأمثالهم أن يكفروا هذه المجتمعات وأن يكفروا بيئات كثيرات، وهذه المجتمعات والبيئات جاهلة، مجهلة، مضللة، لا تعرف شيء عن إسلامها ولا عن غاية وجودها؟ إذا كانوا صادقين وهم حريصون على هذا الدين وعلى هذه الأمة، فليشمروا عن ساعد الجد، وليعيشوا مع الناس، وليعلموهم، وليسهروا معهم، وليتعبوا معهم، وليشاركوهم في أفراحهم وأتراحهم، ويبنون فيهم وعياً إسلامياً كبيراً، ويرجعونهم إلى حظيرة الهدى بعمل دؤوب مرحلي حتى نستطيع أن ننقذ أمتنا ويحييها. أما أن ننعزل وننغلق ونبدأ بتكفير المجتمعات ونبدأ بممارسة نتائج هذا التكفير من صراعات دامية فيما بيننا، للأسف يا سادة إنني أكاد أحترق حينما أدخل إلى شبكة الأنترنت وأتابع المواقع الموجودة عليها، وأرى نسبة الدخول على تلك المواقع التي تحمل رايات التكفير، تكفير المجتمعات والأمة، وأرى الحجم الهائل من شبابنا الذين يرتادون هذه المواقع ويتأثرون بها ويتركون انطباعاتهم الإيجابية والتأييد والنصرة لمثل هذه المواقع، ثم أفاجأ بمواقع أخرى بناءة هادفة واعية أنها مهجورة كليا، بل أنها تهاجم. أعرف أي داء خطير دب إلى أمة عجزت عن أن تثبت رسالتها بالعمل المشروع، فبدأت تلجأ إلى الانعزال والانغلاق وتكفير الآخرين. يا سادتي، هذه شرائح ثلاث، ولماذا أركز على هذه الثلاث؟ لأنها في دائرة الالتزام، وهناك شريحة أخرى لا أتعرض لها لأني لا أحسبها في المجموع، وأتركها هكذا إلى أن يهديها الله سبحانه وتعالى. تلك الشريحة التي لا تريد دينا ولا تريد التزاما ولا تهتم بجراح ولا تهتم بقضايا، وهمها الإباحية والشهوة والملذة والسهر والخدر والسكر، تلك ليس الآن وقت خطابها. يجب أن أخاطب هذه الشريحة بالشرائح الثلاث، فإذا هذه انصلحت انصلحت تلك تلقائيا. يا سادتي، ما زالت هذه الصور الثلاث تنخر فينا، ما زالت بساطتنا تجعلنا نركب مصارع الشرفاء فينا ونحن ساكتون مشلولون، ما زالت بساطتنا تجعلنا نتابع جراحنا تزداد نزفا ونحن لا نبالي وكأن الأمر لا يعنينا، وما زالت غوغائيتنا تحرك شرائح كبيرة فينا، تحرك شرائح كبيرة فينا. كلمة إفك يلقيها مثل ابن سبأ بين الناس عن خيار الناس، وإذا بها تنتشر وتروج ويكون لها سرعة الضوء في التناقل بين الناس. غوغائية قتلت عثمان، وجمود وانغلاق قتل علي. بعد هذا أيها الأحبة، أعلمتم بأن الذي يشل الحركة ويؤخر المشروع ويمنع النهوض والانتفاض ليسوا هم الأعداء، وهم أضعف من أن يوقفونا،
وهم أجبن من أن يمنعونا، ولكن نحن بأيدينا جنينا على أنفسنا يا سادة، نحن على أيدينا. اضمنوا لي عودة إلى نقاء الإسلام، اضمنوا لي إرادة حرة لا تردد فيها ولا اضطراب ولا ارتباك، اضمنوا لي عزما وجزما لتحقيق عزتنا واستعادة دورنا ومكانتنا، وأنا أضمن لكم خلال شهور ليس أعوام أن نسترد السيادة والقيادة على مسرح الوجود، ولكن خيارنا الآن هم الذين يحسنون السماع أمثالكم، فقط خيارنا الآن. أما العمل والجهد والاستعداد، ما زالت الصرخة تدوي على أعواد المنابر، وما زالت ما زال صداها ينتشر هنا وهناك، وما زالت ردة الفعل ليست على المستوى الذي نرتجيه والذي نطلبه يا أحبة. لذلك هيا بنا يا سادة، كفانا تسويفا، كفانا تأجيلا، كفانا تأخيرا، هيا بنا. هل يتقدم عشاق الجنان؟ هل يتقدم الرجال الأشاوس الأبطال؟ هل يتقدم أصحاب القضية؟ فليتقدم من يعتز بالإسلام هوية؟ فليتقدم من يبكي على جراح الأمة حقيقة وليس نفاقا وخداعا؟ فليتقدم كل هؤلاء، وليقول العمل العمل، والجهد الجهد، والبذل البذل، والتنظيم والترتيب، ومحاولة الصلاح والإصلاح، وعملا دؤوبا سيثمر في القريب العاجل ضربة للكفر في مراكز قوته في عقر داره، لا مراكز وجوده المتسللة في قلب ديارنا. لذلك من كان صادقا سأراه في ميدان العمل قريبا، ومن لم يكن أدعو له أن يعجل باختيار قراره، وأن يعزم في إرادته عزما لا تردد فيه، حتى نرتقي سلم عزنا ومجدنا قبل فوات الأوان. اللهم إني أشهدك بأني في ساحة العمل أبذلها جهدا وجهادا ودعوة واستشهادا، وعجلت إليك رب لترضى، ودليلي دمائي، دليلي أشلائي، دليلي ما أقدمه من نفسي ونفيسي، اقبل اللهم ذلك واجعل إخواني كذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، قائد الغر المحجرين والأبطال الميامين. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرًا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعي النفس وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، فإنه جل في عليائه يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما ترزقنا بهما الشهادة وتبلغنا بهما الزيادة، وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض يا ربنا عن كل الصحابة والآل والأزواج والقرابة، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا كريم. اللهم تقبل منا ما كان صالحا، وأصلح اللهم منا ما كان فاسدا، وأصلحنا ظاهرا وباطنا يا مصلح الصالحين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وأصلح فساد نفوسنا،
وأصلح فساد أسرنا، وأصلح فساد علمائنا، وأصلح فساد حكامنا، وأصلح فساد أمتنا يا مصلح الصالحين. اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اللهم انقلنا من سجون الوجود إلى فضاءات الشهود، اللهم دبر لنا فإنا ما عدنا نحسن التدبير، اللهم اقبلنا على ما فينا وعالجنا قبل أن نموت. اللهم لم شمل الصادقين، اللهم لم شعث الغرباء المخلصين، اللهم وحد جهود العاملين، اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم ثبت أقدام المرابطين، اللهم احفظ أعراض ودماء المستضعفين، اللهم أطلق سراح المأسورين، أطلق سراح المأسورين، أطلق سراح المأسورين. يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا يا رب؟ إلى من تكلنا يا رب؟ إلى من تكلنا يا رب؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ نشكو إليك عتو المجرمين وعسف الظالمين وتجبر الطغاة وإجرام الكافرين واعتداء الظالمين. يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه، نرفع إليك أنات اليتامى ودموع اليتامى وصرخات العفاف، نرفع إليك أنين أقصانا وبكاء مسرانا وصراخ عراقنا وبكاء الشيشان وأفغانستان. يا رباه يا رباه، نرفع إليك ضراعة المظلومين، نرفع إليك ضراعة المظلومين، نرفع إليك ضراعة المظلومين. يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ها نحن المضطرون يا رب فاكشف عنا السوء يا رب، ها نحن المضطرون يا رب فاكشف عنا السوء يا رب، ها نحن المضطرون يا رب فاكشف عنا السوء يا الله يا رب يا رب يا رب. نزل بنا ما أنت به أعلم، نشكو إليك ما أنت به أعلم. يا رب يا رب، بلغ السيل الزبا، بلغ السيل الزبا، بلغ السيل الزبا يا رب يا رب يا رب. إنهم يعيثون في أرضك فسادا، إنهم يلغون في دمائنا إجراما، إنهم ينتهكون أعراضنا جهارة. يا رب يا رب يا رب، ذرات التراب على أنينها. يا رب يا رب، من لمساجدنا التي قصفوها؟ من لبيوتنا التي هدموها؟ من لدمائنا التي أراقوها؟ يا رب يا رب يا رب يا رب، نفحة من نصر يا رب، أريج عزة يا رب، ضاقت علينا الأرض بما رحبت وضاقت علينا أنفسنا. يا رب يا رب، إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. إذا كنا لسنا أهلا لأن تستجيب لنا،
لم نكن أهلا لأن تستجيب لنا فاستجب من أجل الأطفال الرضع الذين ذبحوا، من أجل العفاف الذي انتحد، من أجل الدماء التي أريق الظلمة، من أجل الأقصى الذي طال أسره، من أجل العراق الجريحة التي يتفننون في ذبحها وإحراقها وإبادتها. يا رب يا رب ندعوك ثقة بك، ثقة بنصرك، ثقة بقوتك، ثقة بقهرك، ثقة بجبروتك. عليك بأمريكا، دمر أمريكا، زلزل أمريكا، أغرق أمريكا، فتت أمريكا، اقتل قاداتها، اذبح جيوشها، أغرق بوارجها، دمر عتادها، اخسف بقواتها. عليك ببوش، عليك ببوش، عليك بزمرة بوش، عليك بكلاب بوش، عليك بأذناب بوش، عليك بهم يا الله. أرنا فيهم يوما قريبا، أرنا فيهم يوما أسودا، أرنا فيهم عجائب القدرة. يا رب يا رب يا رب يا رب، لا يعجزك شيء يا رب، لا يعجزك شيء يا رب. إنا مغلوبون فانتصر لنا، إنا مظلومون فانتصف لنا. أرنا فيهم دمارك، أرنا فيهم دمارك، أرنا فيهم دمارك يا الله. أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، لا تغادر منهم أحدا، لا تغادر منهم أحدا. يا رب يا رب، انصر إخواننا في خنادق الجهاد في فلسطين والعراق وفي كل أرض إسلامية تحركت فيها كتائبك تذود عن دينك وترفع رايتك ولواءك. يا رب يا رب، هيئ لجند فلسطين فرجا ومخرجا، فلقد ضاق حصارهم وتعاظم نارهم وأجلبوا عليهم من الدمار ما أجلبوا. يا رب احفظ جنودك في فلسطين، 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 احفظ جنودك في فلسطين. اللهم وبارك في جهادهم وفي عملياتهم الاستشهادية، بارك بها يا الله، بارك فيها يا الله. اللهم أيد شعب العراق، اللهم أيد مقاومة العراق، اللهم انصر جنودك في العراق، اللهم أيد كتائبك في العراق. اللهم واجعل بلادنا جسرا يربط بين الجهادين، اللهم واجعل بلادنا خندقا يمد المقاومتين، اللهم واجعل شعبنا يمد هؤلاء وهؤلاء بنصرة الرجال والمال. اللهم اجعلنا خير جند ينصرون جنودك، اللهم اجعلنا خير مدد يرفدون كتائبك. اللهم وألحقنا بالرفيق الأعلى عبر بوابات الشهادة، عجل بها يا الله، عجل بها يا الله، عجل بها يا الله، عجل بها يا الله. اللهم احفظ اضطراب بلادنا حتى لا يدنسه غاصب أو معتدي. اللهم اجعلنا قرابين لبلادنا، واجعلنا أسوارا لوطننا، واجعل هلاك العدو على أيدينا إذا ما فكر أن يعتدي على ذرة من تراب أرضنا. اللهم احفظ بلادنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم اجمع صفوفنا، اللهم واعل الراية بأيدينا، اللهم وحقق وعودك في الشام، اللهم وأظهر نبوآت حبيبك صلى الله عليه وسلم في الشام، واجعلنا وقودا لهذه النبوآت ووقودا لهذه الوعود. يا الله اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات،
إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات وآلهم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيها الأحبة، نذكركم بمجلس يوم غد إن شاء الله بعد صلاة العشاء مباشرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نتباحث معكم في موضوع هام وحساس يتعلق بجردة حساب الماضي ووضع علامات السير في المرحلة المقبلة، وإنها مرحلة شائكة فيها ما فيها من الألغام والحراب والأشواك المزروعة. نراكم غدا بعد صلاة العشاء نتباحث وإياكم جهدنا وعملنا قبل فوات الأوان. أقم الصلاة.